ولهذه المناسبة السعيدة يتشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الأطر والموظفين الممارسين والمتقاعدين بأن يرحب بالسيدات والسادة الحضور مشيدا بمشاركتهم أفراح أسرة الأمن الوطني بذكرى التأسيس ومقدرا حضورهم فعالية هذا الحفل البهيج. حال الالتحاق بمصالح الأمن الوطني بالمديرية العامة الوطني كيمر من خلال سلسلة من المراحل اللي هي تتسم بنوع من الانسجام. أولا المرحلة الأولى هي مرحلة ديال التقدم ديال المرشح لوجود المديرية العامة الوطني من خلال اجتياز مباراة على حساب الدرجات التي يرنو الوصول إليها، تتطلب يعني في مجموعة من الدبلومات، مثلا عمداء الشرطة تطلب يكون الشخص حاصلا على الإجازة في القانون، ثم كيمر مرحلة أولى مرحلة المباراة اللي مفتوحة في وجه الذكور والإناث على حد سواء، ثم بعد الاجتياز هذه المرحلة ديال المباراة الكتابية، هناك مرحلة ثانية لمرحلة ديال الاختبارات الشفهية، ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة هي مرحلة ديال إجراء اختبارات بدنية وسيكولوجية، وإن تمكن الشخص من المرور خلال هذه المراحل يمكنه آنذاك أن يلتحق بأسلاك الأمن الوطني ومر من مرحلة ديال التكوين الأساسي وبعد ذلك يلتحق بالعمل الميداني. أن الأب ديالو أو الأم ديالو تنتمي لأسلاك الشرطة فيها نوع من 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 الدعم المعنوي او المادي، لا اعتقد بانه كان دعم. هنا مباراه مفتوحه في وجه المغاربه عموما، اكثر من ذلك مؤخرا الى لاحظتوا انكم الامر قدر تكونوا لمستوا تعلم مستوى ديال كيفيه اجتياز المباراه، هي اصبحت اكثر دقه وتحقق اعلى درجات حقيقه المصداقيه والمساواه بين الجميع. حضور ديال كانوا عرضوا علينا من الشرطه ديال المغرب، عرضوا علينا وهذه تقريبا 6 سنين و7 سنين كاين واحد التعاون ما بين الشرطه ديال المغرب والشرطه ديال هولندا، والحمد لله داكشي راه دايز بخير. واليوم حضرنا ذكرى ديال الشرطه، العيد ديال الشرطه كما كتسمى انتم، داكشي داز بخير على خير وزوين، وفرحاني باش نكون معكم هنا في هذا العيد ديال الشرطه. حنا بالنسبه لنا الحمد لله دايز بخير، كاين واحد التعاون راه مزيان، وكنطلبوا يبقى ديك التعاون ما بين الشرطه ديال المغرب والشرطه ديال هولندا. في هذا اليوم كتخلد المديريه العامه للامن الوطني الذكرى 62 للتاسيس ديالها، هو بالنسبه لنا يوم عيد، وكيصادف هاد الشهر هذا كيصادف يعني ليله شهر رمضان، يعني كيطفي عليه واحد الجو من الروحانيه، وهو عيد كما قلت لك بالنسبه لنا حنا موظفي الامن الوطني، عيد كنستحضروا فيه المشاريع والإنجازات اللي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الاستراتيجية الجديدة تحت إشراف السيد المدير العام للأمن الوطني. وهذه الاستراتيجية يعني استراتيجية التحديث اللي هي كتشمل بزاف ديال سي جو دي بوان، عندك على الصعيد يعني العنصر البشري، التخليق ديالو، التكوين ديالو باش يرقى لواحد المستوى يعني عالي من التقنيه، باش يمكن له يعني باش يمكننا يعني نقوموا بالعمل ديالنا على احسن وجه. اللي كاين ايضا هناك على فيما يخص داك المجال ديال يعني تحديث الاليات اللوجستيكيه اللي كيعملوا بها موظفي الامن الوطني كما كتعرفوا، باش يقدروا يواجهوا التحديات التي كتعرفها التحديات الامنيه
في مجال محاربة الجريمة والإرهاب. وكذلك يعني النوفو كونسيبت ديال لا بوليس سيتويان ولا بوليس دو بروكسيميتي. يعني الامن هو يعني هو ان دووا كونستيتيوشنيل, يعني حق دستوري يعني اللي خصني نعم به كل مواطن. والمديريه العامه للامن الوطني يعني تبذل كل جهد من اجل يعني تعطي المواطن واحد لو سيرفيس سيكوريتير دو كاليتي يعني عالي الجوده.